حياكم الله جدا مشاهدينا من خلال الوقت المتبقي والاخير من صباح اسيا. المره تحدثت عن معرض تشكيل الفنانه منى مرع نويت عنها قبل الفاصل. طبعا هي استاذه الرسم في معهد الفنون الجميله ببغداد، والفنانه التشكيليه منى مرع طبعا وجودها في لبنان من خلال اقامه معرضها الشخصي السابع في صاله جاليري اكزوت، وبالتالي ايضا هي كانت بعنوان نبض آخر. طبعا قدمت من خلاله 25 عمل تشكيلي، وبالتالي راح ندخل في تفاصيل هذا الموضوع اكثر من خلال المرأة العراقية التي دائما تعطي ولا تاخذ، وان كانت تاخذ لا تاخذ الا الشيء البسيط والقليل. سعدت بوجودك حياك الله ومبارك لهذا المعرض. حقيقة يمكن شوي كانت في وقت متاخر، لكن اليوم يلا عرفت. حياك الله، نورتي اليوم في استوديو صباح آسيا. الله يخليك، صباح الخير ويسعد لي صباحك ويسعد لي صباح الوجه العراقي الحلو. طبعا المعرض ما زال قائم لحد هذه اللحظة. أقيم المعرض يوم 7 سبتمبر في جاليري إكزود. المعرض فعلا كان فيه 25 عمل، كان المعرض الشخصي السابع لي بعد تجارب ومعارض كثيرة، معارض مشاركة يعني مشتركة عفوا، معارض كثيرة، لكن هذا المعرض كشخصي فردي لي السابع. حبيت انه يكون ببيروت رغم انه عندي رحلات كثيرة. شنو السابع؟ خليني اتوقف معاش عن نقطة بيروت. طبعا معروف عن الفنان العراقي دائما انه يحب انه يكون له بصمه في كل مكان. انا كان لي بصمات في عده دول، في بغداد حبيت انه ينبع ظهوري من بغداد عكس ما يقال وما يشاع عند الفنانين اغلبهم انه العراقيين بالذات او العرب بصوره عامه انه لابد ان اعرف في خارج بلدي وبعدين اعود. اني لا، اني كنت اقول هذه الفكره. كيف وجهت هذه النظر يعني؟ اني من زمان بذ هذه الفكره، فكرت انه اسوي لي او اجد لي واسس لي يعني اسم في بلدي وبعدها انطلق. وفعلا حلو. بلشت الدراسه بالفن التشكيلي بسنه 90، وبعدها في دراستي في معهد الفنون الجميله استفادت جدا من وجود اساتذه، من خيره اساتذه الفن التشكيلي والفنان العراقيين الرواد. بعدها تسلسلت بالدراسة إلى أنه كملت أكاديمية الفنون الجميلة، كنت الأولى على المعهد. فعلا كان حلمي أنه أرجع أدرس في معهد الفنون الجميلة، وتحقق هذا الحلم. والآن أنا كنت طالبة وحبيتي من بعد طبعا بعد الأحداث فصلوا معهد البنات عن البنين، وهذا طبعا شيء خطأ ويراد له نقاش طويل، بس ظرف البلد احتمال حكم. فأني حبيت أنه أدرس في نفس البناية اللي كنت أدرس بها، فبالتالي صار من نصيبي أنه أدرس معهد فنون المسائي البنين، والحمد لله يعني الحلم تحقق. فحبيت أنه أنا كنت قلت لك ضد مبدأ أنه أسس خارج البلد، أسست اسم ووجود في بلدي، وبعدها انطلقت إلى عمان، بعدها في المركز البلجيكي عملت معرض في عمان. كان المعرض جدا ناجح وحققت به شيء مو طبيعي، بحيث الأعمال كلها تم اقتنائها من قبل فنانين ورواد فن. بعدها كان لي حضور في مهرجان في باريس، أيضا كان على أساس أنه في مشروع أنه أعمل معرض شخصي، لكنه حبذت أنه يكون لي محطة في بيروت. فلهذا السبب تم تسمية معرضي السابع نبض آخر، لأن هو كان المفروض أنه أقيم في بيروت لكن أقمت في بغداد وبعدها نقلت إلى بيروت. طبعا الفضل الكبير لجاليري إكزود، وأقدم لهم تحية من خلالكم، هم كعائلة لطيفة جدا وصدق يعني عن جد مثلوا لي، كانوا بجانبك مو بس بجانبي، مثلوا لي العائلة اللبنانية اللي هي تحتوي يعني تحتوي الإنسان بعيدا عن كل المسميات. فبالفعل كانوا لي عائلة هنا. أنا طولت كثيرا، مو من عادتي أنه أطول بالسفر، عادة أبقى بالزايد أسبوع أو أسبوعين، هالمرة لا كان شهر. فكان جدا رائع انه اشوف عائلتي من خلال جاليري إكزود، يعني مع انه هم من عادتهم انه ما يعملون المعارض لغير اللبنانيين، لكن تراهنوا على معروف يعني هم احتمال في عندهم وجهة نظر في فني في عملي. فالحمد لله يعني ان شاء الله نكون بيضنا الوجه. فسميته بنبض اخر لانه حسيت انه لابد ان ينبض قلبي ولوني كفنانة عراقية وكإنسانة وامرأة عراقية في بيروت اللي هي محطة للفن والجمال يعني. فالحمد لله طيب حقق أفضل جميلة. خليني أسألك، وين رحتي ببيروت؟ راح أرجع المعرض بس وين رحتي ببيروت؟
من طبعي انه من اروح على عمل ما احب السياحه، لانه انا جايه الى بيروت سياحه عده مرات وشايفه المناطق السياحيه، بس تحددت بموضوع المعرض. كان متعتي الوحيده يمكن انه اكون ولا شوي رحتي اختي؟ لا اكيد اكيد، مو قلت لك جاليري اكزود، هم كعائله كانوا الي، فرحنا ورحنا في مناطق مثل جبيل رمان. البارحه كان عندنا جلسه في منطقه الشوف، يعني من اروع المناطق. الشوف انا الشوف احنا تعرفين العراقيين عندنا الفتحه. لا لا بس انه دا اشوف انه حلو رايحه يعني. الحمد لله. اي بس كان فرحتي الكبرى هي بنجاح المعرض واصداء المعرض. الحقيقه هم كجاليري ساعدوا على انجاح هذا المعرض، رغم انه اني لي اسم وحضور في الوسط التشكيلي، لكن هم ساعدوا لانه كانوا يعملون بجد. يعني هالناس هذول طيب. جدا يعني اقدم لهم التحيه. طيب خليني اسالك ستي العزيزه، اللي شاهد لوحات يعني منى ضروري عليه استخدام الكثير من فك الشفرات، وبالتالي حتى الرموز الفلسفيه والنفسيه اللي هي تكون موجوده في هذه اللوحه اللي هي امامك اللي انا شاهده الان، وملونه بالازرق الاحمر و يعني المهم في فن ما بعد الحداثة. وهذا دائما أسأل السؤال، فأضطر أنه أجيب بنفس الجواب، وبعد شوية مرات أخلي له رتوش منه اليوم رح تخلي لي شوية رتوش لأن هو نفس الجواب. طيب. أنه الفن الحديث أعطى للفنان يعني حرية يعني أنه يعبر عن ما بداخله. أوكي. لكن أنا أحكي عن نفسي أنه أني أرسم اللوحة بشكل آني، بشكل لحظوي. عندما أقابل اللوحة وهي قماشة بيضاء تتراءى لي الأشكال، تتراءى لي المرات تكون بشكل واعي، وأحيانا أغلب العمل الفني أسسه بشكل واعي مرات وبعدين الباقي يطلع بشكل لا واعي كانعكاس لدواخلي يعني. فتشوفين أنه يظهر العمل بشكل تعبيري بحت، لأنه تعبير عن دواخل لا واعية، تعبير عن ربما رمزيات روحية، ربما أشياء تكون في دواخلي ما معلومة وما محسوسة، لكن تحس من خلال اللون والعمل الفني. فأما أنه المتلقي كيفية فك الرموز والشفرات، ف هذه يعني ما أسميها رموز وشفرات بقد ما أسميها أنه كلمة رموز ممكن يعني تكون قريبة إلى المعنى الحقيقي للعمل الفني، لأنه هي تكون أشياء غير محسوسة، عفوا غير ملموسة وغير محسوسة في بعض الأحيان، لا تحسيها غير في 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 اللون وفي إنشاء العمل الفني وطريقة التعبير عنه. بأصعب شيء عند الفنان التشكيلي يعبر عن مشاعره من خلال لوحة وتكون تعبيرية وتجريدية يعني غير مفهومة للمتلقي. فالحلو بالموضوع أن المتلقي لما كان يدخل إلى أي معرض من معارضي، شوفين أنه كل متلقي تكون له وجهة نظر وقراءة مختلفة. أنا عادة يخبروني أنه امشي مع الموجودين، روحي أقول لهم لا خلي المتلقي أخذ راحتك أنت، شوف الأعمال اللي في بالك، شوف الأعمال وانقل لي قراءتك. بالفعل بالفعل اللي يسعدني جدا أنه كل متلقي يدخل يكون قراءته مختلفة عن يعني المتلقي الآخر. يعني بعدم طبعا هو أني دائما حكمتي في كل معارضي أو مبدئي في كل معارضي أنه أعطي حرية المتلقي بقراءة العمل وما أشرح العمل ولا أسمي. فبالتالي القراءات اللي تجي مختلفة من المتلقين تجيني تزيد لي من حبي لهذا العمل، بل تزيد لي أحيانا من ترجمة أخرى لعملي، يعني ربما أني ما عرفت أترجمها بشكل كلمات، فتشوفين أنه الموضوع طبعا أنا محتاجة الآن تفسير. خليني أتوقف شوي، محتاجة تفسير لهذه اللوحة، لأنه أنت دا تردين ما أعرف سرتها بس مدى أحس الشيء راكب يعني. زين قولي لي تفسيرك وقراءتك حتى يعني أنا أكمل عليه. يعني أول شيء هي تعطي عن شيء داخلي، هذا الداخلي متعب لكن هو مبروز أو بارز عفوا بهذه الطريقة، ما أعرف يعني أنه يعني هذا اللي قدرت أوصل له، لأن هذا بصراحة هذه الشفرات يمكن شوي صعب حالها. شوفي هي هو أنا اللي حللتها واللي فسرتها. طيب شوفي هي تعتمد اي طبعا الحلو اللي قلتيه بالموضوع انه هو في دواخل الفيجر اللي احنا نسميه الفيجر، اي الشخص الموجود بالعمل في دواخله، قلتي انه الم مغطى بشيء من ال يعني فعلا كيف الشخص فعلاً اللي يكون مبتسم لكن من داخله. صح، كل اعمالي كل لوحاتي غطيت التعبيريه اللي هي تحكي واقع بلد، ربما واقع انسان عراقي، ربما واقع يعني توصف انسان اكثر من حاله.
عموما يعني تعكس حالة من المعاناة أو اللي يعيشها الإنسان العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة وشكل خاص، لكن أغطيها بلمحة من الطفولة البريئة، بلمحة من الألوان اللي هي تنقل ربما أمل بي وتفاؤل بي بقادم أجمل. طيب احنا لما تعرف أنه الألوان بشكل عام هي ألوان تفاؤل، كل شخص عنده لونه المحبب إلى، وبالتالي أنه كل شخص وذوقه. اليوم أريد أسأل يعني منى، الفنانة منى، ألوانك واللوحات جدا صاخبة قوية الآن صحيح. احنا في زمن داعش، في زمن الإصابة بالكوليرا، لأنه اليوم شاهدت إصابة 100 عراقي بالكوليرا، يعني واقعنا العراقي أسود. بالعكس، احنا اذا كنا شفنا الواقع العراقي اسود يعني معناها انتهى البلد، فبالتالي احنا يجب ان نرد يعني على أنا يمكن اللي اقول مو انت لا طبعا هو الواقع بس المعروف، بس انا اقول انه الواقع المتعارف عليه يعني. شوفي هو واقعنا احنا يعني ما يتخبى، واقعنا ظاهر للعيان مثل ما يقولون، سواء كعرب او كعراقيين بشكل خاص. حلو. كل العرب يعانون يعني كل المجتمعات العربية تعاني الآن، لكن هذه الفكرة المجتمع حتى العراقي يعني الفنان ابن أو الإنسان أو الفنان ابن بيئته، فبالتالي أكيد راح يكون انعكاس لمعاناة البيئة اللي أنا عايشة بها في أعمالي. فأغلب أعمالي شوفيها أنا خلقت إنسان من عالم آخر في أعمالي، وجدت إنسان بروح مختلفة، وجدت إنسان يعني بروح من ما اهتميت بشكل الخارجي بقدر ما اهتميت بروح الموجودة يعني بالعمل باللوحات. شوفين اكو روح تتفائل، يعني احنا اذا شفنا الظاهر العراقي او الوجود العراقي او اي شيء بالعراق اذا شفناه اسود معناها راح تسود كل ايامنا، ومعناها نقعد ونسكت. لا، انت تجي تشتغلين بالاعلام ولا اني اشتغل بالفن، احنا كاعلاميين وكفنانين ومثقفين ومهتمين بالواقع الثقافي في البلد او كل البلدان الاخرى، يجب ان ننقل يعني تفاؤل، يجب أن ننقل شحنات إيجابية للمتلقي، وإلا إذا نقلنا شحنات سلبية فمعناها أنه خلاص. طيب فضل الموت يعني. معاش النقطة كلش مهمة، بما أنه أنا حبيت صراحتك حقيقة وبنفس الوقت أنا دا شاهد هذه اللوحة، أنه هذه اللوحة يعني بعاطية فد شكل أو فد صورة أنه العراق مشوه. طبعا أنا هيك فسرتها أيضا طبعاً. معد بهذه الطريقة فسرتها. أنا شوي إيجابية، عفوا إيجابية وتعنصر لموضوع أنه واحد يحكي عن العراق مشوه. العراق يبقى جميل. لا وهذا واقع. شوفي. لا 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 والله مو واقع، والله هذا خطأ. ما الواقع هو لا بس شوفي. حتى المشاهد يفهمنا صح. ما الواقع يفهم المشاهد اللي تصعب عليه وصول فكرة ما تعمل منى مرعي. أنا لازم ألقي في أعمالي شيء لا مألوف، شيء لا من لا واقعي حتى أتميز يعني عن الآخرين. نوع مرغوب؟ لا 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 مو هيكي، وإنما في الفن ما بعد الحداثة الآن. أوكي. يجب على الفنان أن يبحث عن الغير مألوف، يبحث عن الشيء اللي غير متداول، الشيء اللي يصعب قراءته، لأنه في حالة إنه أنا أجيب هلا مثلا أو حاليا أجيب أشياء بغداديات، أرسم القباب، أرسم الأشياء، أرسم الأشياء اللي يحبها المتلقي العادي. غير يعني متفق عليها انه بس في هذه الحالة انا ما راح اكون سويت شيء. الان يجب ان على الفنان ان يبحث ويجرب عن ثيمة خاصة بي، عن ايقونة غريبة تثير الجدل والتساؤل. اثارة الجدل والتساؤل الان في هذا البرنامج فرحتني جدا، واضافة الى فرحتي قبل ما اسافر بيوم الى بلدي، اثارة التساؤل والجدل الان عندك او عند ربما اللي يكونون وراء الكواليس عند رؤية أعمالي، رغم أنه رؤية الأعمال بالصور للأسف تظلم الأعمال بشكل مو طبيعي بنسبة 75% عن رؤيتها بالواقع، بس هذا إثارة التساؤل والجدل الآن فرحتني جدا، خلتني أحس أنه وصلت الرسالة اللي أريدها. فعلا أنا رسمت إنسان ممكن تقولين عنه، أنا ما أحب كلمة مشوه بقدر ما أكون أنه رسمته بشكل بعيد عن الجمالية اللي هي متعارف عليها والمثالية. بحثت عن روح هذا الإنسان، أنه إحنا يكفي أنه نبحث عن شكل سطح الكفر الخارجي للإنسان كأنه أنه هذا جميل هذا مو جميل. لا، أنا بحثت عن دواخل الإنسان هذا اللي موجود في لوحتي، بحثت عن الجمال الروحي اللي موجود في هذا الشخص، ابتعدت عن الأشياء السطحية، دورت على روح أخرى، على عالم آخر، إنسان يعيش في عالم آخر ينادي بالنقاء، ينبع من عند النقاء،
الصدق بعيدا عن الشكل، بعيدا عن الأشياء السطحية اللي موجودة الآن في مجتمعنا. طيب أنت من طبع حالك يعني صريحة، نعم. طبعك تحبين صعوبة، الصعوبة اللي هي تحلب بعين منى، لكن طبعاً تصعب وتزعجها إذا كانت بشيء آخر أو من مكان لا آخر. بالعكس يعني مرة تدخل معك يعني حول هذه الصراحة بسؤال فجاوبيني. بالعكس بحكم شخصيتي معروف عني أنه ماكو شيء يصعب علي بإذن ربي، طبعا إحنا كنا نمشي بإذن الله ونعم بالله. ماكو شيء يصعب علي بسبب أنه أنا أمتاز بنوع من يعني القدرة على فك الرموز، القدرة على تحليل شخصية المقابل، فبالتالي ماكو شيء يصعب. لكن أنا كأحب الصعوبة طبعا، أي شيء يكون سهل أي شيء يكون مباح راح يكون بالتالي يعني مو غير مرغوب، وإنما السهل ما يحقق شيء. أي شيء بيكون بفك رموز وصعوبة، وحتى خلينا نكون واقعيين شوية ننزل لأرض الواقع، حتى الشاب لما يحب بنيه، لما مثل ما يقولون المصريين تندلع بشكل عالية بشكل مو طبيعي وتوافق السرعة راح تسقط منها، بس لما يظل يحاول ويحاول. طبعا هذه أكثر شيء هسه البنات والشباب، يعني بما أنه احنا تعدينا مرحلة الشباب أحكي عن نفسي. أنت أي مواليد؟ طبعا ما أحب أقول مواليدي لأنه لا. طلابي لا راح توصل طلابي وطلابي متراهنين دائما. مرة تقول العمر كل عمر كيف كبر حالك يعني؟ أصدقائي المقربين لا، يعني أنت قيسي أنه من 90 بلش الدراسة فأكيد عمري مو صغير. بس أغلب طلابي متراهنين على مواليد يعني دون مجاملة حبيبي كل يعني. بس لأنه طلابي متراهنين بيناتهم على مواليدي دائما، لأنه أنا كأصدق صديقة وياهم فلا سبب ما أقولها بالإعلام، بس أصدقائي كلهم المقربين يعرفون. فقلت لك الشباب زين بس أفكار أدهم لي وأني أكتب تابع الفضول أريد أعرف. لا لا بعدين وراء بعد الأول. طيب يعني الفكرة اللي وصلت لها أنه الشيء الأصعب يكون أجمل طبعاً. يعني اللي يجي صعب ما يروح بصعب طبعاً. واللي يجي سهل يروح سهل. طيب اليوم أي مساحة تحتلها المرأة في لوحات منى وصفها بجزء مهم يناضل يعني في العراق عانى القمع الاجتماعي، يعني المرأة تحديدا، لأن أنا شاهدت من خلال لوحاتك أنه تسليط ضوء كبير فعلا. جدا للمرأة فعلا، ربما يعني تظهر المرأة عندي بشكل يعني لا إرادي، يعني ما أعرف ليش أنه أنا دائما أسأل هذا السؤال، مع أنه أنا ما متقصدة أنه أظهر المرأة، لكن احتمال لأنه أنا امرأة، لأنه أنا أشوف أنه المجتمع عندنا مجتمع رجولي رغم كل التطورات ورغم مستفرات اللي دي يسافروها. اغلب العراقيين هسه، اغلب العرب هسه تشوفيهم مسافرين الى دول اوروبا يروحون وافادات، وما شاء الله تعرفين انت الافادات هسه يعني عندنا بشكل لا طبيعي، يعني رغم ظروف البلد لكن الكل دا يسافرون ويروحون. رغم هذا، رغم الانفتاح اللي موجود والمدنيه الان اللي توصل بالاعلام بشكل مغلوط، الان انا يسالوني كثير عن واقع بغداد، خبرتهم انه انا بيت بغداد، انه انا بتوسط بغداد اسوق سياره، اقول لهم اذا مو هي مثل بيروت فاحسن. الآن الواقع العراقي والمدنية والشباب تحديدا حتى العاصمة بغداد وضعها الحمد لله، لا حتى المحافظات الجنوبية احنا بعيدا عن الموصل والمحافظات الغربية اللي يحيط بيها داعش مداعش، هذه مسألة سياسية يعني محاكة واحنا ما نحكي بيها لأنه إذا حكينا راح ندخل في تفاصيل أخرى. لكن الواقع في بغداد والمحافظات، رغم أنه عندي تحفظ على المحافظات الجنوبية لأن كل محافظة إلها يعني طابعها الاجتماعي والبيئي، لكن في بغداد انفتاح مو طبيعي، مدنية جميلة جدا، تطور حلو، يعني أنا ما شفت شيء غريب ببيروت عن بغداد، ما شفت شيء في عمان بس أفضل. شوية يعني الوقت لا حاليا حتى الوقت أوبن، يعني الوقت لا الوقت كتأمين البنت على حالها ممكن والله أن تفتح يعني الساعة 4 الصبح حتى تشوفين هسه تشوفين ساعة 11 بالليل 12 بالليل بنات المنصور بعد 12 بعد 12 بعد 12 حتى هنا في بيروت صعب مرأة تمشي وحدها، يعني في كل مكان، يعني حتى في أوروبا شفت أنه المرأة هي المرأة تبقى بنظر المجتمع مرأة، حتى إذا تشوفوها كانت في العراق أو في بلدها إذا يشوفوها تمشي وحدها بشارع تتعرض إلى معاكسات، وإذا أنا شفتها بعدة دول طيب. أنه المرأة بنظر المجتمع هي مرأة، لكن يبقى كل مجتمع حسب رؤيته صح. فتشوفين على يعني تعبيري عن المرأة في أعمالي بشكل احتمال لا إرادي لا واعي، بس هي لأنه أنا عندي هي رمز الوجود رمز العطاء، الرجل أساسه امرأة، شوفي أول من أعطى للرجل الغذاء هي المرأة من خلال غذتها من جسدها وهو هو في أحشائها. أول من أعطى الأكسجين للرجل هي المرأة. لو كان يفقه هذا الموضوع كان ابتعد على أنه ينتقد امرأة، كان فكر أنه أول أكسجين حصل من امرأة، أول
غذاء حصلها من امرأة بعد أن وجد وطلع للواقع. أول خطوة علمت اللي هي أنه يعني يخطيها بالحياة هي امرأة، فكان يتكئ على امرأة، كان يأكل من يد امرأة. فبعدين بالتالي يعني نقدر نقول أي خلاص المرأة هي أساس الوجود بعيدا عن التحيز، لكن الرجل إلى وجود أكيد لولا وجود الرجل من وجدت المرأة. فبالتالي هو شيء مكمل للآخر، الرجل يكمل المرأة والمرأة أكيد تكمل شيء الرجل مكمل. يعني اليوم نقدر نقول يعني منا متفقين على المرأة سر الحياة. أكيد. طيب اليوم منا بشوي بلش الوقت يداهمنا، خلي أخذ الأسئلة. أوكي. شاركتي بأكثر من 250 معرض يعني ما عادتهم بس تقريبا أقل أو أكثر بشوية مشترك. أريد تحدثين عن يعني عن حضور المرأة العراقية التشكيلية بالمعارض الدولية، وشنو اللي تستفيده ممكن يعني؟ يعني هو بعيدا عن المرأة بشكل خاص، الفنان العراقي أين أو المبدع العراقي المثقف العراقي أينما يذهب تشوفيه إلى بصمة خاصة. حلو. يعني حتى يكون عمله الإبداعي بكل المسميات سواء كتابة أو شعر أو فن أو أي شيء تشوفين إلى بصمة خاصة، ودليل على ذلك حتى علميا حتى الطبيب العراقي أينما يذهب إلى بصمة خاصة، فهو العراقي مميز أينما يذهب. وأيضا أنا لاحظت أنه الإنسان اللبناني كذلك، يعني حتى لا نبخس بحق اللبنانيين وإحنا قاعدين عندهم، أنه الإنسان اللبناني والفنان اللبناني أيضا مميز، حلو يتميز بالأتكيت والأخلاق الجميلة يعني. طيب اليوم أنت أستاذة في معهد الفنون، منى كيف تقيمين أنه يعني تقيمين أخبار الفتاة العراقية على تنمية موهبتها الفنيه باي شكل من الاشكال او باي مجال من المجالات الموجوده تقصدين بالعراق؟ يعني بالعراق بدي الاحظ انه هسه وجود للفتاه العراقيه بشكل مو طبيعي، يعني اني باستمرار اني تكون بالخطوات مثل يعني اني ما اقعد، معروف عني انه اني ما اقعد يعني من دوامي بالمعهد الى معرض الى ملتقى ثقافي الى جلسات، يكون عندك فكره كامله جلسات يعني. احنا فعندي فكره انه الان الاحظ انه الفتاه العراقيه اصبحت متحرره اكثر من قبل، اصبحت تعمل جروبات يعني من خلال الانترنت، استغلوا الشباب استغلال جميل. هذا اللي عاجبني بالموضوع انه اغلب الشباب اللي هم طلاب الكليات والمعاهد استغلوا الموضوع انه يعملون جروبات حلوه ثقفوا من عين العراقي، يمكن خلوا اكو رؤيه. يعني انا افرح من اشوف هيك حالات، لان اقول شون ربوا العين العراقية على أنه تشوف أشياء مدنية يعني منفتحة، فالانفتاح جميل. إصرار الفتاة العراقية الآن فاق التصورات يعني. طيب أيضا محتاج بعض الإجابات شوية تكون باختصار أدرى لين الوقت جدا بلش دامنا. تأثير الفن العراقي القديم بأساطيرة وملامحة تحديدا على أسلوب الفنانة منى. كل عراقي تشوفيه موجود هاي التأثيرات في أعماله، بالذات من الألوان اللي تشوفيها. العراقي معروف بألوانه الصريحة من ذاك الزمان، والأزرق هو يعني الأزرق اللي هو التركواز والأزرق هو أكبر دليل، وكلش كافي يعني حتى أختصر لك بالإجابة. كل عراقي ما يخلو أعماله من اللون التركواز والأزرق اللي هو بالتاريخ اللون القديم. اللون المحبب لهنا اللون المحبب للأحمر، أغلب شيء في أعمالي كلها ما تخلو من الأحمر. أوكي. هجرة التشكيلين اليوم أثرت على الفن التشكيلي العراقي تحديدا؟ والله يعني هسه اقدر اقول لك عوده الفنانين التشكيليين بدات تتاثر على لانه اغلب المغتربين صاروا يرجعون، لانه يحسون انه لازم يحققون شيء في بلدهم بعد ان حققوا شيء في اوروبا. يعني التاثير ايجابي ولا سلبي؟ اكيد اي فنان عنده منجز ابداعي راح يكون وجوده في بلده او هجرته عن بلده تاثير يكون بالحالتين يعني سلبي وايجابي، فالحمد لله ان شاء الله يكون تاثيرهم ايجابي. طيب اليوم انا سعدت بوجودك الفنانه منى مرعي، واكيد مبارك لل 250 معرض وهذا المعرض الاخير اللي تواجد. حملي لي سلام يعني جدا كبير يكون الى العاصمه بغداد، لانه بنت عاصمتي مثل ما نقول، بس شوي تبعدنا المسافه يعني شيء ساعه ونص ساعه اكيد ماكو ان شاء الله ما غير بالموضوع. اتمنى لك نهار سعيد، ترجعين الى بغداد بالسلامه، ربي يحفظك، تكونين موفقه في ايامك القادمه، ووعد وعد الحردين احنا نقول اذا كان عندك معرض في بغداد وانا كنت في بغداد اكون اولى الحاضرين اكيد، واذا أكيد في لبنان ايضا اكون اولى الحاضرين. اشرف بيك وبالكادر كله، اشرف بيك بالاخير. يعني حابه توجهيها اليوم؟ والله الكلمة اللي أقولها أتمنى أنه المجتمع العربي يصير بخير، لأنه اللي لاحظت خلال سفراتي أنه أغلب العرب يعانون مو بس العراقيين، مو بس العراق صح. وإن شاء الله إن شاء الله نتعافى من الأزمات اللي نمر بها، وإن شاء الله نصافى أكثر، وهو الصفاء الداخلي
يتبع صفاء خارجي فيصير إن شاء الله نصل إلى مرحلة النقاء. منا نهارك يكون ملون ولا أجمل من ناحية. الله شرفت بوجودك العزيزة. شكرا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا ينتهي وقت برنامجنا لهذا اليوم الصباح. أتمنى كل ما قدمناه لكم على مدار ساعتين إلا شوي نال رضاكم واستحسانكم. تحياتي لكم، سعدت بمتابعتكم عن طريق صفحة البرنامج على الفيسبوك صباح حاسي وعن طريق أكيد الاتصالات والمسجات. سعدت بمتابعة الجميع. شكرا لشبابنا في الكنترول الأستوديو والبث المباشر. أحلى تحية مني لكم زمن رعد ومن المخرج من خلف المكسر. رلا نهاركم سعيد.